السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكوريجي ديال ليكزام 2014، لا بارتي اللي كتخص لا بوليتيك بيدجيتير. فغادي ندوزو مباشرة نشوف واش نعطيونا في هاد لا بارتي هادي. إلا مشيتو ليكزام 2014 كتقلبوا على لا بارتي ديال لا بوليتيك بيدجيتير، غادي تلقاوها في الدوكيمون نيميرو 6 كوم تيتر ديال التكست اللي كاين في الدوكيمون نيميرو 6. قالوا لنا لا لوا دو فينونس 2014 بلاص ا لا ريغور. كيف ما كتعرفوا في لا بوليتيك بيدجيتير عندنا لا بوليتيك بيدجيتير دو رولونس وعندنا لا بوليتيك بيدجيتير دو ريغور، كل وحده وفين كنخدموا بها. لا بوليتيك بيدجيتير دو رولونس كنديروها فاش كنبغيو نرولونسيو ليكونومي، يعني فاش كنبغيو ندورو العجله ديال ليكونومي. كيفاش كنديرو؟ يعني كنقصوا بعض الضرائب، كنقصوا بزاف ديال الحوايج، كنقدروا انجيكتيو الفلوس في ليكونومي باش ان العجله ديال ليكونومي كدور. والعكس كذلك، فاش كنكون بغيو نديرو لا بوليتيك بيدجيتير دو ريغور كنابسوربيو الفلوس وكنزيدو مثلا في الضرائب، وكل وحده وعندها دي سلبيات وايجابيات على البيدجي جينيرال ديال ليطار. فبحال مثلا هاد لا بوليتيك دو ريغور فهي كتطلع من لي غوسيت ديال الدوله، يعني كتطلع لي الفلوس البيدجي جينيرال ديال الدوله كيطلع. غندوزو نشوفو التكست اللي عطاونا على هاد الشكل. قالوا لنا اليكسيبسيون دو لا ماس سالاريال توت لي زوتر ديبونس دو بيدجي جينيرال دو ليتا سون سوا اون بيس سوا اون ستاغناسيون. يعني باستثناء لا ماس سالاريال، لا ماس سالاريال هي المجموع ديال لي سالير اللي كياخذوهم لي فونكسيونير ديال الدوله كامل. Toutes les autres dépenses du budget général, j'ai mis les tarifs du budget général de l'État, soit راهم غاديين وكينقصوا، soit حابسين يعني ما كيزيدوش، يعني soit راهم غاديين فواحد النقصان يعني مستمر، أو لا stagnation يعني حابسين. Malgré la suppression de certaines exonérations ou la hausse des taux de TVA de certains produits, les recettes reculeraient par rapport à 2013. يعني قال لك ولو اننا سوبريمينا بعض لي زيكزونيراسيون. شنو هما لي زيكزونيراسيون؟ هما الاعفاءات، بعض الاعفاءات الضريبيه. اولا قال لك ولو اننا سوبريمينا هاد الاعفاءات الضريبيه هادو، يعني كانت شي حاجه معفيه من الضريبه رجعنا كنحسبوا عليها الضريبه. و لا هوس دي طو دو تي في، يعني طلعنا من طو ديال التي في ديال بعض لي برودوي، فلي غوسيت ديال الدوله مازال كيتراجعوا الى قارناهم مع 2013. فاحنا الفوق قادرين ل 2014. يعني قال لك ولو اننا سوبريمينا بعض لي زيكزونيراسيون ودرنا طلعنا من التي في على لي برودوي، باقين المداخيل لي غوسيت، المداخيل ديال الدوله باقين غاديين وكينقصوا بارابور ل 2013. Une chose paraît néanmoins évidente, dans un contexte de rupture des équilibres macroéconomiques, il était difficile de poursuivre les politiques de relance suivies jusque-là. يعني قال لك شي واحد الحاجه اللي هي باينه واضحه، فقال لك الريبتور ديال لي زيكيليبر ايكونوميك، يعني ما بقاوش عندهم الحلول الماكرو اقتصاديه، صافي سالوا لهم الحلول الماكرو اقتصاديه. يعني قال لك صعيب عليهم انهم يكملوا فهاد لا بوليتيك دو رولونس. فديجا قلت لكم شنو هي لا بوليتيك دو رولونس وشنو هي لا بوليتيك دو ريغور اللي غادي تلقاوهم في الفيديو ديال لا بوليتيك بيدجيتير اللي غتلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. يعني هاد الحلول هادو اللي كيكونوا ماكرو اقتصاديه سالوا لهم، يعني قالك صعيب انهم يكملوا فهاد لا بوليتيك دو رولونس. يعني شنو غادي يديروا فهاد الحاله؟ غادي يرجعوا لا بوليتيك دو ريغور. فديجا قلنا شنو هو لا بوليتيك دو ريغور دو رولونس، يعني لا رولونس كيبغيو يرولونسيو ليكونومي، يعني ليطا كتانجيكتي الفلوس كتخسر الفلوس باش ترولونسي ليكونومي، والعكس دو ريغور الدوله كتابسوربي الفلوس كتزيد باش تطلع لي غوسيت ديالها. فهاد التكست هذا جبناه من لافي ايكونوميك ديال 18 في شهر 10 وديال 2 في شهر 12 2013. مع هاد التكست هذا عطاونا واحد الطابلو اللي العنوان ديالو هو هذا، قالوا لنا فيه كالكو زانديكاتور ايكونوميك دو ماروك. اللي عطاهم لنا في الطابلو هذا عطاونا لي زانديكاتور ايكونوميك، عطاونا اللوا دو فينونس 2013، عطاونا اللوا دو فينونس 2014، طو دو فارياسيون ما بيناتهم، طو دو فارياسيون اون بورسنتاج. هاد لي زانديكاتور، اول واحد عندنا هو لا ماس سالاريال بالمليار ديال الدرهم، الثاني عندنا هو لي شارج دو كومبونساسيون بالمليار ديال الدرهم، يعني لي شارج دو كومبونساسيون يعني ديال صندوق المقاصة. عندنا ديبونس دانفستيسمون بالمليار ديال الدرهم، عندنا النومبر دومبلوا بوبليك اكري، يعني العدد ديال المناصب الشغل العمومية اللي غادي نكريوها. عندنا ديفيسيت بيدجيتير بريفي اون بورسنتاج دي بي بي، يعني العجز في الميزانيه اللي متوقعينه بالبورسنتاج ديال البي بي، يعني بالبورسنتاج ديال برودوي انتيريور بريت الناتج الداخلي الخام، يعني شحال غادي يساوي لنا هذاك العجز الى قارناه مع الناتج الداخلي الخام.
عندنا طو دو كرواسونس ايكونوميك بريفي اون بورسانتاج. طو دو كرواسونس هو معدل النمو اللي حنا متوقعينه. دابا غادي ندوزو نشوفو لا ماس سالاريال شحال كاين في الواد فينونس ديال 2013 في 2014. في 2013 عندنا 98 مليار ديال الدرهم، وفي 2014 عندنا 104 مليار ديال الدرهم. فالطو دو فارياسيون يعني تزادت ب 6.12%. هذه هي بشحال زادت ما بين لا فينونس ديال 2013 وما بين لا فينونس ديال 2014. شارج دو كومبونساسيون يعني ديال الدعم اللي هو 49.3 مليار ديال الدرهم في 2013، وفي 2014 عندنا 41 مليار فاصلة 65. فطو دو فارياسيون هو ناقص 15.52%. فهذه راها اونغرا يعني راه هذه غادي يعطيونا عليها شي سؤال بقاو عاقلين عليها. عندنا ديبونس دانفستيسمون اللي هما المصاريف ديال الاستثمار اللي كديرهم الدولة، الاستثمارات العمومية بيان سور. المونطون اللي عندها في لا واد فينونس ديال 2013 هو 58.90 مليار ديال الدرهم، وفي 2014 عندنا هي 49.5 مليار ديال الدرهم. طو دو فارياسيون في هذه الحالة عندنا هو ناقص 15.96. هذا فيما يخص ديبونس دانفستيسمون. نومبغ دومبلوا بوبليك كريي يعني شحال من منصب الشغل عمومي اللي حنا كريناه في 2013، كرينا 24000، وفي 2014 كرينا 18000. طو دو فارياسيون يعني نقص ب 25%. غادي ندوزو دابا نشوفو ديفيسيت بيجيتير بريفي اون بورسونتاج دي بي اي بي في لا واد فينونس ديال 2013. عندنا هي 5.5%، يعني من البي اي بي عندنا الديفيسيت بيجيتير اللي هو العجز في الميزانيه كيساوي 5.5% من التوتال ديال البي اي بي، من المجموع ديال الناتج الداخلي الخام. هذاك هو الرقم ديال العجز. عندنا في 2014 غادي يعطينا هو 4.9%. فحتى هاد 4.9% حتى هي اونغرا يعني حتى هي غادي يعطيونا شي سؤال عليها بقاو عاقلين عليها. عندنا طو دو كرواسونس ايكونوميك بريفي اون بورسونتاج يعني معدل النمو اللي متوقعينه في 2013 اللي هو 4.8%، وفي لا واد فينونس ديال 2014 عندنا هو 4.2%. هذا هو الدوكيمون 6 اللي عندنا في هذا الطابلو. هذا جبناه من ليكونوميست ديال 21/10/2013، وعاوتاني من نوت دو بريزونطاسيون دو لا لوا دو فينونس ديال 2014. هما هادو جوج ديال لي سورس اللي عمرنا منهم الطابلو هذا. دابا غادي ندوزو نشوفو لي كيسيون اللي عطاهم لينا اون غولاسيون مع الدوكيمون نيميرو 6. قالوا لينا اون فو ريفيرون او دوكيمون نيميرو 6، يعني الريفيرونس ديالنا هو الدوكيمون نيميرو 6. قالوا لنا ا ليزي لي دوني اون غرا سوليني دي طابلو، يعني هادوك لي دوني اللي قلت لكم راهم اون غرا اللي كاينين في الطابلو، قراهم قول لينا اشنو كيعنيو شنو فهمتي منهم. ب قالوا لينا ريليفي اي كونتيفي دو كومبوزون دو ديبونس دو فونكسيونمون دو بيدجي دو لتا ديال 2014. وف سي قالوا لنا ايليستري لو تيتر دي دوكيمون لوا دو فينونس 2014 بلاس ا لا ريغور، يعني عطينا شي ايليستراسيون عليها يعني شي اختصار ديالها شي حاجه شنو كتعني هاد التيتر هذا. هادو هما لي كيسيون اللي عطاوهم لينا في هاد النص هذا. فكنتمنى هنايا ديروا بوز وديروا شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي 3 كيسيون هادو بوحدكم، يعني سيميلو انكم ديجا في الامتحان وخصكم تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو بوحدكم. عاد من بعد شوفوا الكوريجي باش تستافدوا بيان سور مزيان، باش تصحوا الاخطاء ديالكم، باش تعرفوا فين كاين عندكم فين ضعافين شويه، باش تستدركوا هذا الضعف هذا، وان شاء الله في الامتحان تجيبوا نقاط مزيانه ومونسيون مزيانه. فكنتمنى تكونوا درتوا بوز ودرتوا شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي 3 كيسيون هادو. غادي ندوزو دابا نشوفوا الكوريجي جمع. غادي ندوزو دابا نجاوبوا على الكيسيون ا اللي قالوا لنا فيه ليزي لي دوني اون غرا سوليني دو طابلو. فبالنسبه لا ليكتور ديال لي دوني سوليني، فعندنا الاولى هي ناقص 15.52%. شنو كتعني هاد ناقص 15.52؟ يعني لي شارج دو كومبونساسيون او ماروك بيسيغي دو 15.52% اون 2014 بارابور ا 2013. يعني لي شارج ديال كومبونساسيون لي شارج ديال الدعم ديال صندوق المقاصه مثلا غادي نقصوا ب 15.52% في 2014 الى قارناهم ب 2013. يعني المصاريف اللي كنا حنا كنصرفوهم ديال الكومبونساسيون في 2013 كانوا كبار بزاف، ففي 2014 نقصوا ب 15.52%. غادي ندوزو للرقم التالي اللي عندنا في الطابلو اللي اونغرا اللي خصنا نقراو اللي هو 4.9%. قالوا لنا لو ديفيسيت بيجيتير بريفي ريبريزونت 4.9% دو بي اي بي او دو لا ريشيس كريي او ماروك ان 2014.
يعني العجز في الميزانية ديالنا كيمثل 4.9% من البي بي. البي بي هو الناتج الداخلي الخام، يعني البرودوي انتيريور بروت، او لا ريشيس كريي او ماروك. يعني هذيك لا ريشيس كريي او ماروك 4.9% منها هي العجز ديال الميزانية ديالنا في 2014. هذا فيما يخص الجواب على الكيستيون ا. غادي ندوزو دابا للبي اللي قالوا لنا فيه ريليفي اي كونتيفيي دو كومبوزون دي ديبونس دو فونكسيونمون دو بيدجي ديال ليتا. فهاد دو كومبوزون ديال لي ديبونس دو فونكسيونمون ديال البيدجي ديال ليتا في 2014، الاول عندنا هو لا ماس سالاريال. لا ماس سالاريال اللي عندنا هي 104 مليار ديال الدرهم في 2014. عندنا لي شارج دو كومبونساسيون اللي هي 41.65 مليار ديال الدرهم. هذه هي لا ريبونس على كيسيون بي. غادي ندوزو دابا للسي اللي قالوا لينا فيه illustrer le titre des documents loi de finances 2014 place à la rigueur. فكم illustration ديال لا ريغور بيدجيتير في 2014 غادي نلخصوها في 4 ديال النقاط. هاد 4 ديال النقاط الاولى فيهم هي لوغمونطاسيون دي طو دو لا تي في، يعني غادي نطلعوا من طو ديال التي في في بعض لي برودوي. النقطة الثانية عندنا هي suppression de certaines exonérations، يعني غادي نحيدوا بعض الإعفاءات الضريبية، بعض الحوايج اللي ما كانوش كيخلصوا فيهم الضريبة غادي يوليو يخلصوا فيهم الضريبة من هنا لقدام، نوتامون دو لو سيكتور اغريكول، يعني قال لك كاينين في لو سيكتور اغريكول. النقطة الثالثة عندنا diminution des charges de compensation، يعني لي شارج ديال المقاصة ب 15% باش غادي نقصوهم، ولي ديبونس دانفستيسمون ديال الاستثمارات غادي نقصو ب 15.96%. النقطة الرابعة اللي عندنا هي نوبغ دومبلوا اكخيي نقص ب 25%، يعني مناصب الشغل اللي حنا كنا كنكريوهم، يعني مناصب الشغل العمومية نقصو ب 25%. فهنا كيتسالى الكوريجي ديالنا. فبغيت غير نذكركم انه ماشي بالضروره تعطيو دي كيسيون اللي 100% بحال هادو اللي عطيتكم دابا، فيكفي انهم يكونوا غاديين في نفس السياق وكيعنيو نفس المعنى باش المصحح يحسبهم ليكم صح. فإلا ما عندكم شي استفسار ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش باش تشجعوني ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم فيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.